خلونا نروح لملف النادي الاهلي ونتكلم عن برضو المرحله اللي جايه. عندنا حوالي تقريبا 5 مباريات كمان ما بين هنا افريقيه ومحليه قبل ما ندخل بقى في نهائيات كاس العالم للانديه شهر ديسمبر اللي جاي. عايزين نتكلم تحديدا يعني كلها 3 ايام وهتبدا اولى بقى واول تحدي في دوري ابطال افريقيا مرحله هنا المجموعات امام ميدياما الغاني. اتكلمنا عن ميدياما الغاني امبارح واتكلمنا عن تاريخه لان مش كل الناس عندها بعض المعلومات عنه، هو برضو مش من طبعا الفرق المشهوره قوي يعني. صحيح. ودي هتكون الجولة الأولى يوم السبت تحديدا 25 نوفمبر في القاهرة. مطلوب جدا جدا حصد أول 3 نقاط عشان بقى من بدري نقدر إن احنا نبعد عن أي سيناريوهات صعبة. القصة كلها كريم برضو أنت عايز تبعد ذهنيا وكمان بلغة الأرقام عن أي توتر ممكن إن هو يصيب المنتخب، فعلى قد ما تقدر لو هتقدر تحسم احسمها وخلص عشان السيناريوهات الصعبة اللي كل سنة على فكرة بنوصل ليها أو بنعرض نفسنا ليها ما حصلش النسخة دي نتمنى يعني. بعد كده انت هتلعب مباراة محلية في الدوري هيكون يوم 28 نوفمبر مع سموحة، واكيد برضو الحفاظ على قمة جدول الدوري امر مطلوب جدا طبعا. جدا بعد ما كسبنا 3 ماتشات وتعادلنا اخر مباراة امام الجونة، فتركيز مطلوب، اهتمام مطلوب، فصل بين المباريات مطلوب، وان كان اصلا الايام هي اللي بتفصلك بين البطولة طبعا. والبطولة لا الفصل ده لكن ما تفكريش قوي في موضوع ما هو مش تتعشميش فصل فيه قوي يعني. فعلا بس ايه ده في ده ديسمبر مطلوب بالذات بالظبط. يعني، ديسمبر هيكون شهر مضغوط جدا. الاهلي هيلعب بعد كده على فكره يوم 2 ديسمبر تاني مباراه ليه في مرحله المجموعات من دوري ابطال افريقيا امام يانج افريكانز التنزاني. الماتش ده هيتلعب خارج القاهره، هيتلعب تحديدا في دار السلام في تنزانيا، وهي طبعا مواجهه مش سهله ابدا باي حال من الاحوال. وهنرجع بعدها ب4 ايام يعني يوم 6 ديسمبر هنلعب مع فريق زاد في مسابقه الدوري، وبرضو الماتش ده اكيد مش هيكون ماتش سهل لان نادي زاد الحقيقه ماشي بشكل مميز جدا في هذه النسخه من الدوري. وبعدها هنلعب مع شباب بلوزداد الجزائري في الجوله الثالثه من دوري ابطال افريقيا، الماتش ده هتلعب يوم 9 ديسمبر وبعدها ب3 ايام، وده هيبقى ختام مباريات الفريق قبل ما يدخل في منافسات كاس العالم للانديه. وهتكون اول مباراه في هذا الاطار يوم 15 ديسمبر طبعا هتتلعب مع الفائز من مواجهه اتحاد جده السعودي مع اوكلاند سيتي النيوزيلندي، وغالبا غالبا الكلام هيكون على اتحاد جده السعودي بطبيعه الحال. لكن نرجع ونقول انه يعني التواريخ بتاعه الماتشات كلها يعني متقاربه جدا، تقريبا كل 3 ايام في ماتش وفي منافسات مختلفه سواء الدوري محليا ودور الابطال دوري الابطال قاريا ثم كاس العالم للانديه. والاهلي ما ننساش ان هو حامل اللقبين الدوري ودوري الابطال، فشهر مهم جدا ومليان فعاليات ومليان ماتشات وعلى كل الاصعده، يعني الواحد حتى بيفرهد من متابعه اللعيبه، ما بالك اللعيبه صحيح نفسهم عاملين طبعا ازاي. طبعا شيء اكيد بيكون صعب وضغوطات كبيره، لكن برضو احنا ك يعني نادي اهلي ما عندناش ابدا موضوع ان انت تعلق اي مشاكل عندك، اصل احنا مضغوطين، اصل الملعب مش حلو، اصل مش التحكيم كذا، احنا دايما بنبقى لان دي حاجات برضو خلي بالك متكرره يعني بتحصل معاك كل موسم كل سنه، فخلاص بيبقى امر واقع وبتبتدي يعني ما تركزش عليه رغم ان هو برضو محتاج تغيير وتعديل لكن ما بتركزش عليه كتير، فده طبيعه الحال للاسف الشديد. لكن اكيد اكيد فتره صعبه محتاجين اكبر تركيز ممكن من الجهاز الفني ومن اللعيبه، كل توفيق لهم باذن الله.